واقفة على القضبان الحديدية ومستنية حكم القاضي عليا. أنا عارفة ومتأكدة إنه هيكون بالإعدام. مهنا قتلت 2 بس مش زعلانة. ربنا وحده عارف إني بريئة ومغلوبة على أمري. هو أحن عليا من عباده ومن قسوة قلوبهم. سمعت القاضي بيسألني عن سبب قتل الست إحسان والراجل اللي معاها، بس أنا كانت عيني ثابتة عليهم وهم قاعدين في القاعة. شاورت عليهم وقلت له هم دول السبب. لو فعلا في حد لازم يتحاكم هيكون الاتنين دول يا سيادة القاضي. أنا مش مجرمة، أنا ضحية. أنا ضحية أم وأب أنانيين. أنا نتيجة علاقة فاشلة، أنا الوحيدة اللي بدفع فيها التمن. هم كل واحد عاش حياته وسابوني أواجه مصيري لوحدي. وبدأت أحكي مأساتي من يوم فتحت عيني على الدنيا. أنا نور، سني 17 سنة. حكايتي بدأت من زمان، أول ما فتحت عيني وبدأت أفهم الكلام اللي بيدور حواليا. ما كنت زي الأطفال اللي بتفتح عينيها على حضن من مامتها وهي بتمسح على شعرها بكل حب. لا أبدا، أنا كنت بصحى كل يوم على خناقات وزعاق ما بينهم. أبويا اللي كل ليلة سهر وسكر وبيصرف فلوسه على نزواته، وأم اللي كل اللي همها أنه يعوضها عن غيابه بالفلوس. مش مشكلتها هو بيعمل إيه مدام بيديها فلوس، غير كده تقوم بينهم بالخناقة المعتادة. كنت بهرب من خلافاتهم واستخبى في أوضتي واحضن نفسي واخد وضع الجنين ونام على سريري لحد ما واحد فيهم ينزل أو يدخل ينام. كنت أروح المدرسة واشوف البنات متسرحة وهدومهم نظيفة ومكوية إلا أنا. أمي ما كانش عندها وقت ليا، كانت على طول زهقانة ومتعصبة ومش طايقة حد يكلمها أو يطلب منها طلب. كانت على طول تقولي ارحميني، هو أنا ما عرفش ارتاح لي شوية؟ هتبقى أنتي وأبوكي عليا. جاتكم القرف عشتكم تخنق وتزهق. كنت أخرج من الأوضة وندموع على خدي وأسأل نفسي إشمعنى أنا مش زي أصحابي اللي في المدرسة، اللي كل يوم حد من أهلهم يوصلهم لحد باب المدرسة ويحضنهم بحب ويسيبهم هما الابتسامة على وشوشهم والسعادة مالية قلوبهم. ليه أنا يكون نصيبي أب وأم زي دول؟ حتى مذاكرتي عمر ما حد فيهم ساعدني فيها. كنت لوحدي لحد سن 16 سنة، ويظهر إنهم زهقوا من الشد والجذب اللي بينهم وقرروا إنهم ينهوا الحياة العميقة اللي بينهم بالانفصال من غير ما حد فيهم يفكر للحظة في البني آدم اللي بينهم دي مصيرها هيكون إيه. كل واحد فكر إزاي ينهي العلاقة ويخرج منها بأقل الخسائر. أمي دورت على قيمتها ومؤخر صداقها، وبابا دور على الشقة. طب وأنا محدش فكر فيا، هروح فين؟ هعيش مع مين؟ محدش فيهم بتخانق عليا. كنت حاسة إن كل واحد فيهم عايز يخلص مني أساسا. وفجأة كده أصبحت أنا العقبة في طريق الاتنين. بابا قال لها خدي بنتك وبالسلامة. ردت وقالت وأنا خدها ليه؟ أنا مالي؟ ما تاخدها أنت، أنا ما صدقت خلصت منك، وكفاية سنين عمري اللي فاتت اللي ضاعت بسببك. عايزنا أكمل عمري اللي جاي وأنا بربي لك بنتك؟ خليها لك، شيل مسؤوليتها وانت أولى بيها. وسابتني ومشيت. وعرفت بعدها بكم شهر إنها اتجوزت، وطبعا بابا كان لازم يخلص مني أنا كمان. أول حاجة قعدني من المدرسة عشان أخدمه لحد ما قرر إنه يتجوز. والعروسة جت وقالت له بنتك هتعمل فيها إيه؟ قال لها هي موجودة تساعدك في شغل البيت بدل ما تتعبي نفسك. والله زي ما بقول لكم كده، أب هيشغل بنته خدامة عند مراته. تخيلوا كده، طفلة عندها 16 سنة وتشوف كل ده. وبدأت مرحلة عذابي مع مرات أبويا المفترية. شلت شغل البيت وخدمتها الشخصية لدرجة أني كنت لازم أصحى قبلها عشان أحضر لها الفطار وفنجان القهوة وصحيها تفطر، وبعدين أروق البيت من كسح ومسح. كنت أصبر نفسي وأقول بكرة يجيلي ابن الحلال اللي ياخدني ويرحمني من الهم ده. لكن اللي حصل بعد كده خيب كل أمالي. في ليلة قلقت من نومي وكنت عطشانة وعايز أشرب. قمت خرجت أجيب كوباية مية، بس سمعت صوت غريب جاي من أوضة نوم بابا. قربت من الباب وفتحته فجأة أشوف مين ده. وشفت بعيني اللي محدش يتوقعه.
الست المحترمة مرات بابا كانت بتخونه مع ابن خالتها اللي كان عندنا بصفة مستمرة. شفت منظر ما كنتش قادر أتحمله، شفت شكله بالقذر، صرخت وخافوا من الفضيحة، وبسرعة مسكتني وفضلت تضرب فيا وهددتني لو اتكلمت هتقطع لساني. قلت لها بخوف خلاص والله مش هتكلم، بس كفاية ضرب فيا جسمي وجعني. وفعلا كنت لما أحس بيهم أقفل عليا أوضتي وحط المخدة على وداني عشان بسمعش حاجة، لكن هي ما كانتش ساكتة، وكل يوم تشتكي لبابا مني اني معذباها ومش بسمع كلامها، وانها ما بقتش قادرة على تربيتي، والأحسن تروح لأمها، هي أولى بتربيتها مني، هي مش هتربي عيال حد، هي كده يطلعني. قلت له والله يا بابا بسمع كلامها وبعمل كل اللي بتقولي عليه. رد وقال لي مش كفاية اني مستحملك ومستحمل قرفك. فضلت عيط وأقول له والله يا بابا ما عملت لها حاجة، هي بتقول كده عشان ما أقولكش اني شفتها مع ابن خالتها في أوضة نومها. ردت هي بسرعة وقالت اتفرج اللي اتأدب بنتك، يظهر ان امها مسلطاها تخرب بيتنا. اسمع بقى بقولك ايه، انا هسيب لك البت برطع فيه انت وهي، انت والبت الكدابة دي. ولسه خارجة سمعته بيقول لها لا اوعي تسيب البيت، هي اللي هتمشي. ابتسمت ابتسامة انتصار ولقيتها بتقول اذا كان كده ماشي، وطردني ابويا من بيتي وانا بصرخ وبقول له طب اروح فين؟ قال لي روح لامك. يلا انا ما عنديش استعداد انك تخربي بيتي وتطفشين الولية. خرجت وانا دموعي على خدي مش عارفه اروح فين واجي منين. قعدت في الشارع اتلطمت، كنت بتسول اللقمه والاخر بنام في الشارع، والليل الشارع كله اسوأ. طفله في عمري مطمع لكلاب السكك، كنت بنام وعيني مفتحه عشان اقدر احمي نفسي من كلاب الشارع الضاله. لحد ما في يوم اتعرفت على الست احسان، كانت شايفاني قاعده على الرصيف ببيع مناديل في عز البرد، ادتني فلوس كتير واتكلمت معايا بحب، وقالت انها محرومه من الخلفه وعايشه لوحدها ونفسها في حد يونس وحدتها، وطلبت مني اروح اعيش معاها ببيتها. فرحت وقلت اخيرا هيتقفل عليا باب اهو يرحمني من نومه الشارع، ورحت معاها. كان في الظاهر انها طيبه، لكن في الحقيقه كانت شيطانه، شيطانه مجرده من كل معاني الانسانيه. عشت معاها سنين اخدمها، وفي الاخر اكتشفت المصيبه، الست احسان كانت كل يوم بالليل تحطني مخدر وتجيب لي رجاله وتبيع لحمي، كانت بتتاجر بعرضي. كل يوم اصحى جسمي مكسر ودماغي تقيله ومش مظبوطه، ولما اقول لها تقول لي تلاقي شويه برد وتعمل لي عصير وبعدها ارتاح. أتاري المخدرات كانت بتاكل في جسمي وأنا ما أعرفش، لحد ما في يوم سمعتها بتتفق مع حد وبتحدد السعر. استغربت كلامها، هي قالت لي إنها مش بتشتغل وإنها عايشة من معاش جوزها، وكنت بدأت أشك في العصير اللي كل ما أتعب أشربه وبعدها ما أحسش بأي حاجة. وفي يوم أخدت منها العصير وقررت إني ما أشربوش، وأوهمها إني شربت وأنام عشان أعرف حكايتها إيه بالظبط. واكتشفت الكارثة يا سيادة القاضي لما شفتها فتحت علي أوضة النوم ودخلت راجل علي بعد ما أخدت منه فلوس. كنت عاملة نفسي نايمة بس جسمي كان بيتنفض وأنا شايفة راجل غريب بيقرب مني وبيستحل شرفي بمنتهى الرخص. شفت مشهد مرات أبويا وهي بتخونه وصرخت عشان أبعده، لكن هو تهجم علي، ما لقيتش قدامي غير سكينة الفاكهة اللي غرستها في قلبه، وجريت أخرج من الأوضة لقيتها قدامي، شفت فيها قسوة أمي وكره أبويا ورميتي في الشارع وعرضي اللي تجرد بيه. كنت حاسة بالظلم والقهر، وكان لازم أخد حقي من كل اللي ظلموني. كانت لسه في إيدي السكينة غرستها في صدرها وأنا بصرخ بكل وجع وألم عشته. كنت حاسة أني باخد حقي من الدنيا الظلمة دي، وما حسيتش بنفسي غير والجيران في الشقة وبلغوا الشرطة عني. هي دي حكايتي يا سيادة القاضي، أنا عارفة أنه مجرمة قدام القانون لكن بريئة قدام رب العالمين. أنا كنت بدافع عن نفسي من حياة كلها مر. بص للقاضي وهو بيقول لي للأسف لو هطبق روح القانون فأنت مكانك مش هنا، اللي المفروض يقف وقفتك
هم أبوك وأمك، هم اللي يستاهلوا الحكم بالإعدام. هو مش هم بس، ده كل أب وأم فكروا يرموا أولادهم في الشارع بعد الانفصال ويتخلوا عن مسؤوليتهم. ووجه كلامه لأهلي وقال لهم أنتوا كل اللي زيكم المجرمين الحقيقيين، أنت وهي وكل اللي زيكم اللي لازم يتحاسبوا على أنانيتهم. ونطق القاضي بالحكم عليا بإيداعي في دار رعاية وتأهيلي نفسيا بعد كل الظروف اللي عشتها ومريت بيها. أنا لحد هنا خلصت حكايتي، ونفسي أقول كلمة لكل أب ولكل أم، أولادكم ملهمش ذنب في اختياراتكم الغلط. لازم كل أم تعرف إنها وهي بتختار تحط في اعتبارها إنها بتختار زوج وأب لولادها، وكذلك الأب لما يختار مش يختار زوجة والسلام، ده بيختار أم لولاده وحسنة الدنيا الزوجة الصالحة. وإن لازم يكون في مكان مخصص للأولاد اللي أهلهم تخلوا عنهم، دول رعاية مخصص بمدربين ومدربات، وإن يكون في قانون يلزم الأب والأم برعاية ولادهم وزيارتهم كل حين وآخر، لإما يبقى مكانهم السجن. وأخيرا اتقوا الله في ولادكم، دول أمانة في رقبتكم هتسألوا عليهم يوم الدين.